ان انا معايا ناقدنا الرياضي والصديق العزيز وزميلنا في الاعداد الزميل محمود فؤاد، وايضا الزميل كريم عبد المحسن. محمود برحب بيكم، نور الدنيا. مساء الفل يا دكتور، انا سعيد جدا ان انا موجود معاك ومع زميلي وحبيبي كريم. ان شاء الله بس نعمل كريم حاجه. يعني جاي من البحر علينا على طول. حران 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 حران، عمال يشتكي. انت هتولع في القعده دلوقتي. انا هشتكي من التكييف عشان الدفء. انا عارف. زي ما قلت، انا متاكد ان اللي هنقوله دلوقتي هيبقى مسار حديث الناس ان شاء الله خلال الساعات القادمه. لما يكون محمود فؤاد كنز معلومات نادي الزمالك موجود، حدث ولا حرج. هتستاذن لي يا كريم، بس ابدا بمحمود. هو عنده الدنيا مولعه اكتر. عنده الدنيا مولعه. مولعه دي شويه. ده مولعه دي. واحد مولعه علينا في اتحاد الكوره كريم. مولعه دي شويه. لا يا كريم. كريم. النهارده هكون هادي ولا ايه؟ بس اخبارك كلها مضروبه، ما تقلقش. هنشوف النهارده على الهوا. ماشي. ماشي يا كريم. يلا ماشي. زيزو. زيزو. فاكر ممكن زيزو. قلنا كل شيء فيها خلال الاسبوع. بوخ موضوع زيزو ده صح؟ لكن انت عندك دايما بتجيب لي الجديد وبتجيب لي المستندات اللي ما بلاقيش في حته ثانيه. تبدا منين؟ هبدا من حيث انتهى الجميع. تمام. الحمد لله وبفضل الله كنت مع حضرتك في اكثر من مداخله تليفونيه الايام اللي فاتت، اللي قلناها نصا وبالحرف الواحد حصل. مظبوط. قصه بقى الجديد ان كواليس الجلسه اللي حصلت اللي محدش عرف عنها حاجه ولا حد سمع عنها حاجه، خرج منها بعض الكواليس كده ولكن مش كل الكواليس. الجلسه يا دكتور ايهاب كانت في منزل كابتن حسين لبيب بحضور زيزو وحضور والده وحضور العديد من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وبعض المحبين لنادي الزمالك اللي هم مش من مجلس اداره نادي الزمالك. ده كان زيزو امتى؟ اللي هي الايام اللي فاتت. اليوم اللي فات كانت من يومين. زيزو قال لهم نصا انا افضل من بن شرقي. انا افيد من بن شرقي. انا قادر افيد الزمالك دلوقتي. تمام. عشان كده زيزو طلب يا دكتور ايهاب من مجلس الزمالك في القعده دي او من كابتن حسين لبيب بالاخص 2 مليون دولار. 2 مليون؟ واحده واحده كده. 2 مليون دولار. في كام؟ في الموسم؟ في الموسم. يعني كام؟ 100 مليون. يعني 100 مليون جنيه. كابتن حسين قال له يا كابتن زيزو ده كتير. رد عليه وقال له ما انتوا بتتفقوا مع اشرف بن شرقي عايزين تديله مليون ونص او مليون 600. قال له لا، احنا بنتفاوض معاه واتفقنا ان اشرف بن شرقي هياخد مليون و100. طب هقطعك هنا بس معلش. اتفضل. مليون و100 على الرغم انه جاي له العرض في المغرب بكام؟ 500,000 دولار. ليه انا ادي هنا مليون و100؟ وده بيحصل برضه، كنت معاك بس مش بالرقم الكبير ده. اللعيب بيبقى في الدوري المغربي او الدوري التونسي بياخد 200 و300 الف دولار، بيجي هنا تلاقيه بياخد فلوسنا كتير. فلوسنا كتير. والوكلاء ما شاء الله يعني يخربوا في نادي الزمالك، نادي الزمالك بالاخص يعني. زيزو قال له لا انا متمسك، ممكن انزل ال 2 مليون دولار ولكن لما اشوف عقد بن شرقي في حاله التعاقد معاه. يعني انتظر لما اشوف تعاقد مع بن شرقي. خد المفاجاه بقى. برضو قلت لك ان المجلس خايف قدام الجمهور. وزيزو عايز يحترف وعايز يكسب ماديا وعايز يكسب حب الجمهور، فده صعب انهم يحصل. زيزو المجلس قال لزيزو نصا كده، طب تمام هتكتب لنا بخط ايدك اللي انت عايزه. خط ايده. بخط ايده. او رساله على الواتساب بطلباتك. معناها كده ايه؟ يعني بسلمه. يعني انا بسلم زيزو تسليم اهالي. صح يا كريم كده بسلم؟ هو يعني بشكل عام الموضوع زي ما محمود قال في الاول بوخ. والفوضى اللي انت بتشوفها ده يا دكتور دايما ما بتحصلش غير في الزمالك. يعني انا زي ما مصر كلها قالت امبارح الحوار اللي كان زيزو عمله في المصري اليوم مع زميله الاستاذ اسلام صادق، يعني لعيب على ذمه النادي ولسه عقده ساري، طلع اتكلم ازاي؟ هل واخد اذن ولا مش واخد اذن؟ لو واخد اذن تبقى كارثه، لو مش واخد اذن تبقى كارثتين. فالمشهد العبثي او المشهد في الفوضوي في فتره المفاوضات دي كله بيحصل، ده كله بس بيحصل. لا بس يعني اصل في النهايه اللعيب زي ما قلت لحضرتك على ذمه النادي يا دكتور، فالمفروض ان انا لما اطلع اتكلم اطلع اتكلم باذن، اطلع اتكلم بعلم النادي. ولو طيب. القصه وصلت بينهم بين زيزو وبين زي ما كريم بيقول بين زيزو وبين الزمالك في النهايه لطريق مسدود، المجلس هيغرموا على الحوار ده.